إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. هي لحظات حزينة ولحظات مؤثرة، وصول جثمان فقيد لقمة العيش إلى مدينة أيت ملول، والوصول جثمان للأهل ديالو والأسرة ديالو. كذلك عشنا لحظات الدفن ومراسم الدفن بحضور الأصدقاء وحضور كذلك الفاعلين والمنابر الإعلامية، وكذلك مجموعة من الأصدقاء والأهل. واحد يعني جنازة مهيبة، يعني مجموعة ديال الأصدقاء والمحبين والناس اللي حزنوا على شهيد لقمة العيش اللي باقين يعني خارج المقبرة، لأن القرى لا تسع كل هذه الأعداد، خاصة أننا مازال كنعيشوا الأطوار ديال 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 كورونا، والبروتوكول الصحي لا يسمح يعني بالدخول ديال أعداد غفيرة جدا اللي حزنات صراحة، واللي بكات على الفقدان ديال شهيد لقمة العيش. وكما قلنا سابقا نستنكر هذا العمل الجبان، ونقول دائما وأبدا المغرب خط أحمر. فكنظن بأن الملف لا زال مفتوحا، وأكيد الحمد لله يعني المسؤولين والجهات العليا راها مواكبة الملف إن شاء الله لإنصاف هذا الشهيد، وإنصاف كذلك الشهيد الآخر والجرحى اللي على مستوى المستشفى. ونتمنى إن شاء الله الخير. لا إله إلا الله. لي شفتو ديك الساعه في التلفازه، شفت الفيديو والله العظيم هضرت بيا الدنيا، وقلت للناس لا حسن بس هذاك المسكين كان صديق ديالي مزيان، وشحال مره كنقضي ليه غرض الله يولي برحمه الله. لي شفتو ديك الساعه في التلفازه، شفت الفيديو والله العظيم هضرت بيا الدنيا، وقلت للناس لا حسن بس هذاك المسكين كان صديق ديالي مزيان، وشحال مره كنقضي ليه غرض الله يولي برحمه الله.